عايزه حضرتك تكلميني النهارده عن كارثه التواجد في المهرجان القومي للمسرح المصري اللي بيحمل اسم سيده المسرح الفنانه القديره سميحه ايوب. طبعا انا كمسرحيه وكنت مديره مسرح فلازم يعني ده النهارده عيد المسرحيين كلهم. ثانيا انا في لجنه تحكيم العروض المسرحيه فتواجدي طبعا شيء يعني يسعدني ان انا اشترك في المهرجان يعني. نقول الف الف مبروك لمدام سميحه، هي يعني قيمه وقامه ويعني اقول لك انسانه جميله جدا وبتدي نصايح للمسرحيين الصغيرين كبار في الاداره. طبعا مدام سميحه وان شاء الله تبقى دوره متميزه جدا ان شاء الله. حضرتك كلميني عن اي موقف جمع بين حضرتك والنجمه القديره سميحه ايوب، كانت بتقول لك ايه او في اي عمل؟ لا الحقيقه انا ما اسعدنيش الحظ ان انا ابقى مع مدام سميحه في الاعمال، لكن انا دايما بشارك معاها في المهرجانات او ان كان في لجان تحكيم او حاجه زي كده، امسيات ثقافيه، فدايما اشوفها ودايما اتكلم معاها واتحاور معاها في الحاجات اللي بنشوفها اي مسرحيه او كده، حاجه جميله قوي يعني. حضرتك شايفه ازاي يعني الفنان القدير محمد رياض نظم النهارده المهرجان ويعني عمل مهرجان مشرف يعني مشرف لاسم الفنانه سميحه ايوب؟ بجد محمد رياض عمل مجهود رائع، وبعدين محمد من اول الدوره اللي فاتت وهو بيشتغل على الدوره دي، ومن ساعه الدوره اللي فاتت الدوره 16 اعلن انها باسم الفنانه الكبيره سميحه ايوب، فهو من ساعتها بيشتغل فيها بمجهود. فانا بقول له يعني بجد يعني مبروك ليك ودوره ناجحه ان شاء الله، واحنا كلنا في ظهرك معاك. حضرتك شايفه برضو ازاي مهرجان العالمين اليومين دول يعني مهرجان مميز جدا، كلميني برضو عنه وشايفاه ازاي؟ العالمين ده حاجه جميله جدا يعني، اولا ان هو كمان حكايه ان هو فتح شاطئ مجانا لكل الفئات، ده حاجة جميلة جدا وخلى الناس تبقى تحس ان فعلا العالمين دي مش بتاعت فئة معينة، لا ده بتاعت كل الشعب او كل الفئات، فحاجة جميلة قوي. والفعاليات اللي بتتعمل هناك فعاليات ثقافية وفنية وصحية يعني كل الفعاليات، وحاجة جميلة جدا وبشياكة وبرقي ومن غير اي يعني ايه نقول من غير اي نقول زيادة عن اللزوم، لا حاجات راقية جدا، فإن شاء الله كل مهرجان ومصر كلها طيبة. حضرتك برضه شايفة إزاي النهاردة تواجد الفنان القدير لطفي لبيب وحرصه على الحضور النهاردة في المهرجان؟ أنا مبسوطة جدا بأستاذ لطفي إن هو بيحضر رغم إن هو يعني الحركة بتاعته بطيئة يعني إن هو بطيئة شوية، لكن هو بيتواجد فده أولا إن هو إحنا بنبقى مبسوطين إن هو معانا وهو بيبقى مبسوط إن هو موجود فيه.